أكدتنا الثورة أنه مثل ما هي ضرورة للكل، فكل واحد منا هو ضرورة للثورة. الأدوار كتير والاحتياج كبير. أم أحمد لقى الدور بالثورة ما بيعملوا غيرها. بكل سنينها وضعف جسدها قدرت تعمل فرق كبير، خلاها تكون بيت بيجمع الثوار وأم بتدير بالها على ثورتهم. بأول عام 2012 وبليلة ما فيها ضوء قمر حرفياً، كان البرد وحش من وحوش جبال ريف اللاذقية، وزخات المطر كانت مثل زخات الرصاص بالمعارك. مجموعة من المنشقين عن جيش النظام كانوا متخبين بوحدة من غابات هاي الجبال. فجأة بتوصل مرة ختيارة لعند واحد من الضباط المنشقين وبتقول له: وين رفقاتك؟ تفاجأ الضابط كتير، قال: مين أنت يا خالتي وليش عم تسألي؟ قالت له بثقة وحزم: نادي لرفقاتك وتعالوا لبيت أم أحمد. أم أحمد الزعيم أو أم الثوار مثل ما بيلقبوها كانت عايشة بضيعة اسمها الكبينة بوحدة من أعلى المناطق بريف اللاذقية، ولما عرفت أنه المنشقين عن النظام ما في مكان يقاويهن قررت يكون بيتها مأواهن الجديد، ولما شافت بعدهن عن أهلهن قررت تصير أهلهن تحمل همهن وتساعد باللي بتقدر عليه. لما كانت أم أحمد تسمع أنه في منشقين بالجبل أو البرية تطلع وتدور عليهن بالبرد بالمطر بالثلج ما بتفرق معها، بتحس إن ولادها من قبل ما تعرفهن، ولادها وضايعين عنا وبدها تلاقيهن، بتاخذهن على بيتها، بتجهزلهن الأكل وبتغسلهن ثيابهن، ما بتنام ليناموا، ولما بفيقوا بيلاقوا فطورهن جاهز قبلهن. ضلت هيك عم تعمل أم أحمد للوقت اللي ما عاد المنشقين يروحوا فيه على الجبل، صاروا مباشرة يجوا على بيته. ولما بلشت الكتائب تتشكل بريف اللاذقية كان في مجموعة من الضباط عم يلتقوا ببيت أم أحمد ومعظمهم مقيم عنده، وفعليا تشكلت إحدى أوائل مجموعات الجيش الحر بهذا البيت، وصار في تخطيط لبعض المعارك والعمليات عنده، وهيك مهمة أم أحمد بالثورة صارت أكبر. وبعد ما صاروا الثوار اللي عنده بالبيت مجموعات مقاتلة عندهم مهماتهم، صار لأم أحمد مهمتها كمان. صارت تفيقهم من شان يتبادلوا نوبات الحرس، تجهزهم زوادات الأكل والشرب، تدير بالها على أغراضهم وتفرزهم، هدول لفلان وهدول لفلان. ولما يكون عند شي مجموعة عمل عسكري ممكن يطولوا فيه كانت تحط مع جعبة كل واحد منهم صرة صغيرة فيها تمر وشوية معلبات ومي، وتقولهم أنتوا رايحين وما بتعرفوا أمتى بترجعوا، تزودوا فيهم. بس كانت مهمتها الأصعب يا جماعة لما تستنى رجعتهم وهي واقفة على الباب، تروح وترجع وتراقب الطريق، وبس يرجعوا وما تلاقيهم كلهم كانت تحبس دمعتها وتزلغت وتقول للي بده يعزيها: ما بقبل عزب الشهيد، باركوا لي باستشهاده. أم أحمد عملت مكان ببيتها للجرحى اللي بيجوا من شان الاستشفاء بعد ما يتعالجوا بالنقاط الطبية، بتدير بالها عليهم، بتجهزلهم الأكل المناسب إلهم وبتضبط مواعيد أدويتهم. كانت أم حقيقية أنجبت ولادها من رحم الثورة. وبعد ما توسعت المناطق اللي سيطر عليها الثوار وتمركزوا على أطراف بعض القرى، صارت طريقة أم أحمد نموذج بيقلدوا كتير من السيدات، يعملوا أكل ويبعثوا للشباب المرابطين يطمنوا عليهم على احتياجاتهم ويديروا بالهم على المصابين، والشباب اللي عندهم مهمة صاروا يجهزوا زوادي مثل الزوادي اللي كانت تبعتها معهم أم أحمد. اللي كانت عم تعمله أم أحمد وزوجها يا جماعة أكبر من مجرد مساعدة للثوار، كانت عم تصنع دور ثور جديد بتفاصيل كتير صغيرة بس كتير مهمة، وبتعمل فرق بأي ثورة بتكون فيها هاي التفاصيل. لابد أنه الثائر يحس بأمان، يحس بدفى، يحس بأم دايما مرافقته، وقتها رح تكون الثورة ما بس غضب ورفض، رح تكون كمان أمان ومحبة. حالة الأمومة الثورية أكيد ما كانت بس عند أم أحمد بريف اللاذقية، بكتير مناطق سمعنا وشفنا سيدات كانوا أمهات بكل معنى الكلمة للثورة وللثوار، من شان هيك ثورتنا بعمرها ما رح تكون يتيمة. يا أولاد تأخرنا والنصر يواعد من يستيقظ في سبابته شوق للنار، الجعبة جاهزة جدا، الخبز تحضر في تنور القلب، وضعت بهذه الصرة ما تحتاجون إليه من الإصرار. يا أبناء الروح وميقات القمح الموعود أذكركم: لا يتراجع واحدكم عن إخوته، لا نظلم أحدا إطلاقا، لا نترك عند الأعداء شهيدا، نسحبه من جرح الأرض لنزرعه وردا في الدار.